أهلا بكم. مصر ليست مجرد الأهرامات أو خان الخليلي أو وادي الملوك بالأقصر، لكنها بلد ثري يضم أكثر من ثلثي أثار العالم القديم، كما توجد فيها عشرات الأماكن الرائعة غير المعروفة سياحيا على المستوى العالمي. ولذلك قررت أربع سيدات الترويج للسياحة المصرية بطريقة مبتكرة من خلال مجلة إلكترونية. ولكن هل هذا الترويج هو كافي لاستقطاب السياح وجعل هذه المعالم التي يتكلمون عنها تكون بمقارنة مع المعالم المعروفة أصلا عندما نريد أن نزور مصر؟ في هذه الفقرة سنتوقف مع اثنتين من بطلات هذه الفكرة، وهما ميسر كيس المتخصصة في الأدب الإنجليزي والأدب المقارن والحاصلة على الماجستير في طرق التدريس من جامعة كامبريدج، وبسمة عامر وهي مدرسة لغة إنجليزية. ولكن بداية وقبل الحوار دعونا نرى هذا التقرير. اجتمعنا على خدمة الوطن أربع سيدات رفعن شعار في حب مصر للترويج للسياحة المصرية من خلال مجلة Truly Love Egypt على الإنترنت ومخاطبة الجمهور الأجنبي من السائحين وتوفير خدمة معلوماتية متكاملة لهم عن الأماكن غير المعروفة سياحيا في مصر. لو أنا هكتب على سيوة أنا هتصل بكذا مصريين أو أجانب مثلاً راحوا سيوة في بالليل وبقى بيعملوا إيه؟ قاعدين بيبصوا على النجوم، بيشربوا شاي بدوي، بيرقصوا في حفلات بدوي وحاجات كده. لكن الأجانب هم مختلفين من المصريين، يعني الأجانب عايزين حاجة مختلفة من المصريين. المصريين ممكن عايزين يروحوا وعايزين يشربوا شاي ويقعدوا حواليت الكامب فاير وحاجات كده، بس الأجانب ممكن هم عايزين يعوموا، عايزين يشوفوا حاجة مصري، عايزين يعني لو هيجوا القاهرة عايزين يشوفوا الهرم، عايزين يشوفوا المتحف، عايزين يشوفوا حاجات معينة عشان ده بالنسبة لهم كولتر معين، يعني كولتر مختلف، وبيسمعوا على الفاروز وحاجات كده. يعني انت لازم تلاحظ برضو يعني الأجانب عايزين ايه والمصريين عايزين ايه، ولازم تخط الاثنين مع بعض في الارتيكل. وأصدرت المجلة حتى الآن 8 أعداد عن مناطق نويبع، الجونة مع الغردقة، الفرافرة، جنوب شرق القاهرة، الأقصر وأسوان، الإسكندرية، بور فؤاد وبور سعيد، دهب. الفكرة بدأت منذ 9 أشهر تتلخص في ترويج السياحة في مصر على الإنترنت من خلال مخاطبة الجمهور الأجنبي ومن خلال مجلة شهرية يخصص كل عدد شهري بها عن منطقة معينة. بسمة مساء الخير. أهلا أمي، مساء الخير. مساء الخير. طبعا يعني الفكرة فكرة جميلة جدا، خصوصا أنه معظم الناس اللي بيعرفوا مصر من خارج مصر، يعني لما نتكلم عن مصر نتكلم عن الأهرامات، نتكلم عن أبو الهول، نتكلم عن النيل، نتكلم عن الأقصر، نتكلم عن أسوان، نتكلم يعني بنتكلم عن الحاجات اللي هي صارت رموز ومعالم سياحية معروفة في مصر. وده لما يجي السائح لأول مرة مصر أول حاجة يقول لك أنا عاوز أروح المكان ده وده 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 وده. ولكن في حاجات أثرية جدا وجميلة جدا جدا في مصر محدش يعرفها ومحدش سامع فيها، حتى أولاد البلد ربما هم مش عارفينها ومش سامعين فيها. كيف الفكرة؟ مين بدنا نبلش مع أمي؟ كيف الفكرة وردت وليش أطلقتوا هذه الفكرة لتعريف بمواقع وأماكن أثرية بمصر غير الأماكن التقليدية والمعالم الأثرية التقليدية؟ تمام. هو جت من خلال سنين الحقيقة أن هو أنا بسافر كتير فبشوف إزاي بلاد تانية بتعمل السياحة بتاعتها. لو في عندهم تمثال قد كده هو بيعملوا السياحة كبيرة، وإحنا عندنا في مصر بقالنا كتير جدا يعني سنين كتيرة، أوكي، عشرات السنين، مئات السنين. 7000؟ لا، على ده أكتر على فكرة من 7000. لا، 7000 سنة حضارة. 40 مليون سنة تاريخ. أنا بتكلم حضارة. يعني 7000 سنة حضارة مصرية. مزبوط. يعني مظبوط. بس بالفعل عندنا 40 مليون سنة من التاريخ. على فكرة ستعرف مصر أكتر منكم يعني. متأكد؟ طيب هساعدكم في الموضوع. جميل، أهلا بيك.
فالفكرة جت ان هو ازاي يبقى احنا عندنا التاريخ ده كله ومش بتبين منه غير حاجات معينة، وده الوارد او اللي ماشي مع السياحة بقاله زي ما قول حضرتك عشرات السنين. اوكي، فكان لازم حد يبتدي الفكرة دي، فهي جت لي انا الحمد لله، يعني جت لي السنة اللي فاتت في 2014. وابتديت ان انا الاول فكره ان انا كنت هعملها لوحدي، وبعدين قلت لا طبعا عايز التيم يشتغل معايا. لما ابتديت ان انا اشوف طب مين اللي يحب يعمل الفكره دي معايا، بسمه من اوائل الناس اللي قالت لي انا معاكي اكتب وكده. ف انتوا السياحه دي كتابه، يعني انتوا بتكتبوا عن المواقع، بتنزلوا صور وعن المعالم وبتشرحوا ايه هي. طب ما لجأتوش لوزاره السياحه ليه وتعاملتوا مع بعض علشان اللي انتوا بتعملوه يتسوق ضمن التسويق الرسمي للدوله المصريه عن سياحتها وعن معالمها؟ تمام. انت بتسمعي بس وهي بتتكلم؟ لا. انت بتنزلي في دماغك كده بس وهي بتتكلم؟ لا اكيد لا، بس الموضوع هتصيري معلم سياحي بس. لا ليه؟ لا هو كل الموضوع حضرتك ان هي فكره بدات ولازم تبتدي من مكان. ساعات بنلاقي حد يسمعنا، ساعات ما بنلاقيش حد يسمعنا، بس هي فكره. لو حد ما بيسمعناش هنعمل ايه؟ خلاص مش هنقوم احنا بالواجب. يعني هم ما سمعوكوش؟ يعني ما حدش سمعكم؟ احنا ما حاولناش بصراحه. احنا ما حاولناش، ولكن لقيناها فكره، وهي وجهه نظر، هي وجهه نظر واسلوب مختلف. ومش معنى الاستفاده من ده، انتوا على مستوى الشخصي في استفاده؟ هو احنا مجله اونلاين، فزي اي مجله المجله بتستفاد من الاعلانات، ده الحاجه. بس احنا كافراد استفدنا ايه؟ اتعلمنا كتير قوي عن مصر. احنا عشان نوصل المعلومات دي بنعمل بحث وبنكلم ناس وكده، فتعلمنا كتير قوي عن بلدنا كاستفاده شخصيه. بس كاستفاده ماديه لا، دي من الاعلانات عادي زي اي حاجه. ايه هي الاماكن الجميله الاثريه اللي ما بيعرفوهاش الناس في مصر؟ في اماكن كتيره جدا مثلاً. في اماكن كتيره جدا، من ضمنها مثلا دلوقتي في طنطا مثلا في طنطا في جامع الاحمدي. محدش عارف حاجه عن جامع الاحمدي، محدش عارف اتبنى امتى، محدش عارف اي حاجه هيستوريك. احنا مش عارفين. مش عارفين. في حاجات في حاجه انا ما بنعرفش حصلها، يعني المعلومات مش موجودة للأسف. يعني مثلا لما نروح نبحث ونروح الأماكن دي ونسألهم، نسأل الأفراد على الأقل الموجودين. يعني مش هو نفسه جامع سيد البدوي؟ هو المعروف ده معروف، ده بيروح له ملايين كل سنة. في حاجات ما بتبقى معروفة. لا أنا بقول، أنا بتكلم معاكم على الحاجات اللي مش معروفة. تمام. يعني إيه الحاجات اللي أنتوا اكتشفتوها وهي مش معروفة من قبل المجتمع المصري نفسه والخارج؟ يعني أنا النهاردة عاوز اروح مكان لسه ما رحتوش في مصر، تنصحني اروح فين؟ جميل. حضرتك رحت جو سيتي اللي في الغردقه، في مدينه اشباح في جنب الغردقه، بتسمع عنها؟ معظم المصريين ما سمعوش عنها اصلا. فعلا اشباح. انت بتصدقي ان في اشباح؟ النقطه في ايه؟ مش ان هو انا بصدق ان في اشباح. انت رحتيها؟ انا لسه ما رحتهاش، بس انا هقول لحضرتك حاجه. هي نقطه مش ان في اشباح ولا لا، هي نقطه ان في سياحه، ناس بتحب تروح الحاجات اللي هو يقال عنها في اشباح. طيب بس في السياحه لذلك. بس لازم اروح اشوف حاجه. تمام، بتروح تلاقي المدينه زي ما سابوها الناس، واللي حصل هي ليه مسميينها جثتي؟ لانه زي ما سابوها الناس لسه زي ما هي. بالظبط كده. اوكي. فدي والناس اللي في سياحه فعلا، الناس اللي بتحب تتراقب دي. اوكي، دي ده مثلا مكان. اماكن تانية مثلا يعني بس دي معروفه سن صغيره، زي مثلا الجابانيز جاردن او الحديقه اليابانيه اللي في حلوان. في مصريين عارفينها. حاجه صغيره فيها؟ لا ده في بوده كتير، بوده هناك كبير، كذا بوده وكده، كذا بوده كبير. ده في حاجه مثلا الاشجار والشجر كلها قزمه، يعني على لانه الاشجار اليابانيه اللي هم بيقولوهم. اوكي، فهي هتلاقي ان في ان كل عدد عندنا بيبقى، يعني عندنا احنا عدد شهري. اوكي، وكل عدد عن مكان مختلف. رددينا على موقع سياحي كده، انه يعني بضخامه الاهرام وابو الهول والحاجات دي الناس ما بتعرفوش. مش فاهم حضرتك قصدك سؤالك. ما هو مش فاهم قصدك. سهل سؤالك. لا والله قول تاني. يعني احكي لنا على حاجه بضخامه الاهرامات وابو الهول، يعني بالاهميه التاريخيه السياحيه الناس ما بتعرفهاش. طيب حضرتك تسمع عن وادي حيتان؟
وادي وادي الحيتان. الحيتان من فين؟ في الفيوم. في الفيوم. اها ده 40 مليون سنة. فيها أقدم حيتان في العالم كلها حجرية. كلها حجرية وبيقولي لك مش عارفة بالعربي ايفولوشن. كانت المية موجودة هناك ولما راحت تطورت تحجرت الحيتان. اوكي بس بيوريك التطور دي حاجة أكتر يعني علمية وفي ناس بيتشوقوا إن هم يشوفوا الحاجات دي. عندنا زيها في بيروت في لبنان بس أسماك. جميل. حضرتك عندك في بيروت على علو 1000 متر تقريبا. حضرتك عندك في بيروت السمك كان له اقدام؟ كان عنده رجلين. ده اللي بيقصده بقى يعني ده في تطور الحيتان من اول ما كان عندهم اقدام. ده مش موجود حيتان في العالم. ده ديناصور ده مش حوت. ما انتوا تاكدوا بالاول اذا كانت انتوا بتعرفوا هرم ميدون؟ عارفين هرم ميدون ده في هو بيقال ان هو تبع اسيوط وفي الحقيقه تبع الفيوم لانه بعيد عن الفيوم ب 15 دقيقه بس وكتب لي عنه على فكره لما كتب عن في عدد الفيوم يعني العدد اللي فات هي في بني سويف سوري بني سويف بس هو في الحقيقه هو مش في بني سويف طبعا. هو هم عاملين عارف حضرتك الخريطه كاتاكوم افندم كاتاكوم كاتاكوم اوكي النقطه ان حضرتك عارف كاتاكوم فين لا ما اعرفش كاتاكوم فين ده فين طيب انا ما سالتيني مرتين كاتاكوم انت مش سامع في الكاتاكوم؟ لا فين كاتاكوم؟ دي اهم مقبره رومانيه يعني على ما اظن هي في الاسكندريه اوكي في مكان في الاسكندريه كلها سراديب تحت الارض منطقه اسمها الماكس او حاجه زي كده اوكي احنا لسه ما عملناش مصر كلها مال كليوباترا فين؟ ده سهل مرسى مطروح ده سهل ده دي اسئله سهله لا مش اللي مرسى مطروح مرسى مطروح حمام فرعون لا حمام كليوباترا لا حمام كليوباترا فين؟ في مرسى مطروح فين طيب؟ سيوة ممكن في واحد تاني في سيوة ما كليوباترا كانت بتستحمى في كل حته على فكره في ليه حمام في تركيا على فكره برضو فاحنا لسه عملناش مصر كلها احنا لحد دلوقتي عاملين 10 اعداد اوكي بس هو يعني رد بس على حضرتك حكايه اللي هو هرم ميدون ده هو على الخريطه حضرتك عارف ان هو بيعملوا خطوط وخلاص اوكي لكن هو في الحقيقه هو اقرب للفيوم من بني سويف فعشان كده احنا حطيناه في مجله في العدد بتاع الفيوم حرام يعني اقول للسائح الهرم بعيد عنك ب 15 دقيقه بس لازم تروح طب بتتعاملوا مع مكاتب سياحه؟ لا احنا ما نرجع بالشركات السياحه احنا بندي معلومات وهم بقى يجوا راحتهم لكن احنا مش شركه سياحيه ولا حاجه المجله بتاعتكم بتخلى قد ايه؟ اوكي احنا لحد دلوقتي عندنا 40,000 زائر من اكثر من 80 بلد في العالم من خارج مصر لان هي اونلاين بقى ايه اكثر الجنسيات اللي بتدخل لكم؟ يابانيه لا اكثر ثلاثه امريكي مصري الهند اكثر يعني اكثر ثلاثه اول يعني الهند تخيل ما كنتش متوقعه كده برضو انا بس في بقى يعني كل بلاد العالم يعني احنا يمكن مقصرين شويه مع افريقيا يعني افريقيا 50% بس اللي بيشوفونا لكن بقيه العالم بيشوفونا الحمد لله كويس كويس عايز تسالني اسئله لازم تسالني اسئله عن الكتاب اللي انا بكتب بس ما بتكتب مقالتين يعني ما بين كل عدد بكتب على الطبيعه وبكتب عن الدي اكتيفيتيز الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها بالنهار بمعنى اصح بس يعني حضرتك تحب تعرف مش عارف حاجه خالص السياحه الطبيعيه دي على فكره من اهم الحاجات اهم الحاجات السياحه الطبيعيه يعني اللي سياحه في الطبيعه مش كده اللي مقصود فيها؟ يعني بالاماكن الطبيعيه بيكون فيها نوع من المشي او من يعني بتتعمل بدول ثانيه يعني في على الدراجات وعلى يعني حاجات التسلق مثلا حاجات دي اكتر دي اكتر ليها دعوه بالدي اكتيفيتيز الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بالنهار ولكن الحاجات الطبيعه حاجه زي مثلا فيوم الناس بتروح فيوم لسبب بسيط جدا هناك من اكتر الاماكن اللي فيها عصافير بيرد واتشنج عندهم كم كتير من العصافير صيد مسموح؟ لا في اماكن معينه بس لان هي في اماكن
محميه. دي مهمه مثلا رحلات السيد دي بتهم ناس كتير يعني اذا يعني اذا بيكون في اشاره الى الاماكن اللي الناس فيها تروح صيد. مع اني انا ضد الموضوع نهائيا يعني انا لا اتصيد ولا اكل طيور نهائيا يعني انا ضد هذا الموضوع رغم انه البعض يمكن يزعل دلوقتي بس انا ارفض هذا الموضوع رفضا قاطعا ولكن للاسف هناك هوايه كبيره في الموضوع ده يعني الصيد يعني اذا بيندل على الاماكن اللي فيك تعملي فيها تسلق الاماكن اللي فيك تعملي فيها دايفنج غطس الاماكن اللي فيك تعملي فيها التجديف يعني اوكي يعني اذا بيكون في اشاره للاماكن دي للناس للصيد مثلا صيد البط صيد الحمام للناس تيجي بتعمل رياضه معينه في ده اماكن ممكن تكون كمان سياحه صحيه وطبيه يعني زي كالو فيفاري في تشيكوسلوفاكيا او في انا مش عارف دلوقتي صارت في تشيكيا او في سلوفاكيا لانه لما صار الانفصال كان في تشيكيا مثلا المجمعات اللي بيروحوا الاشخاص بيعملوا فيها كير يعني علاج طبيعي وعلاج طبي و في مكان كتبنا عنه في الحلوان بيعمل كده لكن مش معروف قوي ومعلش انا مش فاكره اسمه بالظبط بس في مكان موجود في الحلوان دلوقتي ومتواجد وبيعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده يعني حاجات اكتر للحاجات الطبيه دي المياه الكبريتيه اللي تستعمل مثلا في تركيا تستعمل في اليونان تستعمل في اماكن كتيره تستعمل يعني دي حاجات مهمه يعني حد لازم يفوت شوف انا اعتقد بتهم الاشخاص خصوصا بمصر يعني نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله على طول بتبقوا مناره في هذا الموضوع ومن اربعه تصيروا 40 و400 و4000 و4000 ان شاء الله ميرسي بتسمع على طول كده؟ طيب كويس تحب حدك نقول لك عن البيبان الثانيه اللي في المجله برضو لان هم ثمان حاجات بتبقى في كل مجله في كل عدد اوكي اولا الاديتورز مسج عباره عن ان هي بتدي تاريخ في المكان اوكي بسمه بتعمل اللي هو الطبيعه والنشاطات اليوميه ايناس كاتبه اخرى بتعمل عن النشاطات الليليه في عائشه شو المقصود بالنشاطات الليليه؟ يعني لو انت بتحب تخرج بالليل تروح فين؟ السهر فين؟ بالظبط كده دي اعلانيه دي اعلانيه بامتياز لا دي من على فكره ما بقولش اسامي اماكن خالص احنا عندنا الاعلانات اللي هتتحط تبقى واضحه وصريحه ان ده اعلان لكن مفيش اعلان داخلي بس بتقولي ازاي ان هو تقدر تروح في الليل فين في مثلا الشارع الفلاني في مكان كويس بس ما نقولش الاسم مش احنا كويس اللي هو بنكون جربناه او ناس جربته فبس ما نقولش الاسم عشان ما نبقاش داعيه من جوه تحت لتحت يعني احنا مش بنعمل كده وعيشة بتعمل باب عن التسويق بمعنى التسويق ايه ان هو انت كسائح رحت مثلا نويبع اوكي ايه اللي مش موجود في نويبع عشان تاخده معاك ايه اللي موجود هناك فانت مش محتاج يعني تاخده وانت وايه الحاجات اللي ممكن تشتريها من هناك وايه الحاجات اللي ممكن تشتريها من هناك مش هتلاقيها غير في نويبع صح. اوكي ده بمعنى التسويق مش جوتشي والكلام ده وبرضو عيشة بتعمل التاريخ باب التاريخ وبرضه بنحاول نختار دايما حاجه مش معروفه قوي اوكي بقدر الامكان نختار حاجه مش معروفه قوي وفي امل سركيس اللي هي اختي بتعمل باب عن طبخه مصريه فازاي تطبخ طبخه مصريه زي ايه يعني عملت الحاجات المتعارف عليها الكشري الشركسيه الفول الملوخيه وفي مفاجاه هي عاملاها ازاي تعمل حاجه صعبه شويه تعملها في البيت زي ايه؟ مش هقول لك مفاجأة زي ايه مثلا؟ ما انا لو قلت لك هتبقى مش مفاجأة خلاص راحت المفاجأة حاجة صعبة ما بتعملش في البيت حاجة عامة الناس بتروح تشتريها لا دي حاجة حلويات معينة والناس ما بتعملهاش في البيت صدقني انا عارفة مش عارفة في حلويات ما بتعملش في البيت صدقني هتشوف بس احنا ما بتعرفوش تعملوا لا طيب انا بدي اتشكرك امي جدا بس ما بدي اتشكرك بوجه تحيه لكل فريق العمل ما هو التالي وين نتابع يقولون ان في السفر 7 فوائد لكن لتحقيق هذه الفوائد لابد من توافر الامكانيات الماديه اوضه فاضيه او مساعدات تبقى كنبه في الصاله يعني يسمح لك تقعد عليها لو انت مسافر مثلا تعالى بات عندي يومين بات على الكنبه دي في الصاله انا اسمح لك تبات عندي مقابل ايه؟ مقابل لا شيء
كنت قاعد في فلورنس في ايطاليا في اوضه دبل، كنت مسافر انا وصديق. الاوضه ديت كانت ب 12 يورو في الليله، يعني كانت واقفه على كل واحد فينا 6 يورو في الليله، يعني 60 جنيه، يعني غدوه. بيقلل التكلفه تماما مقابل ان هو ما بيديكش خدمه غير النقله، يعني انت حتى مالكش، انت ليك مثلا كرسي على الطياره لكن مش محدد، الكرسي اللي بتحبه زي الميكروباص بالظبط.